أهلا وسهلا بحضراتكم. دعوني في البداية أرحب بالسيد توني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة والوفد الأمريكي المرافق. زيارة الوزير بلينكن إلى القاهرة تأتي في إطار عدد كبير من الزيارات المكوكية التي قام بها الوزير الأمريكي للمنطقة وللقاهرة، ونحن دائما نرحب به ضيفا عزيزا هنا في مصر. الوزير الأمريكي تشرف في بداية اليوم بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، وكانت مقابلة مطولة وكانت صريحة للغاية، وتناول فيها السيد الرئيس مع الوزير الأمريكي كل ما يتعلق بتطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين. هذه علاقات قوية ومتينة تمتد لأكثر من عقود طويلة من العمل المشترك، من المصالح المشتركة، ومن التفاهم المشترك. السيد رئيس الجمهورية أكد صباح اليوم في اللقاء على متانة هذه العلاقات والحرص المشترك من جانب البلدين الصديقين للعمل على مزيد من تطوير وتعزيز هذه العلاقات. كما تعلمون الوزير بلينكن معي اليوم أطلقنا مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات السياحة، التعليم العالي، التربية والتعليم، والثقافة أيضا، وبحضور عدد من السادة الوزراء المصريين، السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير السياحة والآثار والسيد وزير التربية والتعليم. قبل أن نطلق أعمال هذه الجولة في إطار الحوار الاستراتيجي، كان لنا لقاء مطول بيني وبين الوزير بلينكن وبين الوفدين، تحدثنا فيهما عن العلاقات الثنائية، عن تطوير هذه العلاقات، أيضا عن مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين. كما قلت منذ قليل، العلاقات الثنائية علاقات قوية. تحدثنا اليوم بشكل مفصل عن مزيد من تطوير هذه العلاقات، عن الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، عن الحرص المشترك من جانب الولايات المتحدة ومن جانب جمهورية مصر العربية على العمل على مزيد من تطوير هذه العلاقات في إطار بطبيعة الحال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. مصر دولة إقليمية كبيرة ودولة رئيسية، الولايات المتحدة قوة عالمية كبرى، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حوار مطول، علاقات قوية ومتينة، وأيضا تشاور مستمر بيننا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهمنا. تحدثنا اليوم باستفاضة عن التعاون في قطاع الاقتصاد والاستثمار، وهناك تفهم مشترك وحرص متبادل على تطوير هذه العلاقات الاقتصادية، وفي القلب منها بطبيعة الحال الاستثمارات الأمريكية وتشجيع الاستثمارات الأمريكية وتشجيع الشركات الأمريكية على العمل في السوق المصري والاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها الاقتصاد المصري لهذه الشركات. ونتحدث قريبا في الربع الأول من العام القادم لعقد منتدى الأعمال المشترك المصري الأمريكي، خاصة بعد عقد المفوضية الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة واشنطن منذ أيام قليلة. تحدثنا أيضا عن التبادل التجاري وأهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ومزيد من نفاذ المنتجات إلى الدولة الأخرى. تحدثنا باستفاضة عن التعاون في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي. إن شاء الله اليوم سيتم التوقيع على اتفاقيات
لفتح أفرع لثلاث من الجامعات الأمريكية العريقة، ستفتح أفرع لها هنا في مصر جنبا إلى جنب العديد من الجامعات العالمية والدولية المرموقة، سواء من اليابان أو من كندا أو من ألمانيا أو من غيرها، والتي هي حريصة على فتح فروع لها لتطوير العملية التعليمية الجامعية هنا في مصر. تحدثنا أيضا عن العلاقة القوية، علاقة التعاون القائمة في مجال التربية والتعليم وبناء المدارس، ونحن نقدر الدور الأمريكي في هذا الشأن. تحدثنا أيضا عن قطاع السياحة، وهو القطاع شديد الأهمية في علاقتنا الثنائية. تحدثنا عن المقصد السياحي المصري باعتباره مقصدا رئيسيا للمواطن الأمريكي، سواء السياحة العلاجية أو السياحة البيئية أو السياحة الثقافية أو سياحة الشواطئ، ففي تنوع للمنتج وللمقصد السياحي المصري. تحدثنا عن الثقافة، وباعتبار مصر هي هوليود الشرق، وبالتالي التعاون في قطاعات مثل صناعة السينما، الثقافة، الفكر، النشر، وأهمية تكثيف التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية، باعتبار أن هناك أجيال جديدة في مصر والولايات المتحدة لا تعرف الكثير عن الدولة الأخرى، وبالتالي علينا مسؤولية من تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تقرب البلدين والشعبين الصديقين. بالتأكيد تحدثنا عن العلاقات في المجالات المختلفة، خاصة مجالات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا الطاقة النظيفة وقطاعات النقل والمواصلات والاتصالات. كل هذه المجالات تحدثنا عنها. اتفقت مع صديقي توني بلينكين في على أن يكون هناك جدولا زمنيا لعقد باقي مجموعات العمل المتفق عليها في إطار الحوار الاستراتيجي في الفترة القادمة. أيضا يعني تحدثنا عن الالتزام المشترك والتوجيهات المشتركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس جو بايدن للعمل على إعطاء مزيد من دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الصديقين. تحدثنا أيضا عن العديد من الملفات الأخرى الثنائية. تحدثت عن المرشح المصري والعربي والإفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو، وأهمية أن نرفع هذا الظلم التاريخي عن الحضارة العربية العظيمة والحضارة المصرية العظيمة، بأن يكون هناك مديرا عاما لليونسكو من مصر ومن المنطقة العربية. تحدثنا عن العديد من الملفات الإقليمية والدولية، التحديات الخطيرة التي تواجه الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية وفي منطقة البحر المتوسط، وفي أيضا والتي تواجه العالم في ظل حالة الاستقطاب الحالية، تفرض على بلدين كبيرين بحجم الولايات المتحدة وبحجم مصر أن يكون هناك حوار مستمر وحوار دائم بينهما. تحدثت أنا من جانبي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتحركات المصرية الشديدة الإيجابية في تنفيذ هذه الاستراتيجية بصفتي رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وما نقوم به من جهد في هذا الشأن ليس لإرضاء أي طرف خارجي، ولكن لمصلحة الشعب المصري، والتزاما من السيد رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يركز على الحقوق الإنسان المدنية والسياسية، حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، حقوق الإنسان الثقافية أيضا. تحدثنا عن الأزمة الخطيرة
في قطاع غزة، واتفقنا وكان هناك تطابق في موقف البلدين وموقف الوزيرين فيما يتعلق بالحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين وسرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، وأيضا النفاذ العاجل والكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الأهمية البالغة لوقف التصعيد ومنع التصعيد وخطورة انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية خطيرة. تحدثنا عن الوضع وكان هناك يعني حديث مطول عن الوضع في السودان والأزمة في السودان وأهمية وقف إطلاق النار وأهمية نفاذ المساعدات أيضا إلى كافة الأنحاء في السودان. تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لعدم وضع الجيش السوداني الوطني في نفس الكفة مع أي أطراف أخرى، وأهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات السودانية والدولة السودانية حتى تطلع بدورها في الحفاظ على وحدة السودان ووحدة الأراضي السودانية. تحدثنا عن الأزمة الليبية والأهمية البالغة لسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأهمية التحرك في هذا الشأن للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. تحدثنا أيضا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر، قضية لا يمكن التهاون أو التفريط بها. تحدثنا عن أهمية التوصل إلى اتفاق حول السد الإثيوبي، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لأن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم بالتأكيد لتشغيل هذا السد وأهمية عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب طبقا لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن هذا النهر هو نهر عابر للحدود. تحدثنا أيضا عن منطقة القرن الإفريقي وما تموج به من اضطراب، وشددت من جانبي على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والحفاظ على سيادتها. تحدثنا باستفاضة عن مكافحة الإرهاب، فهناك بالتأكيد تعاون مشترك بين الولايات المتحدة وبين مصر في مجال مكافحة الإرهاب، هناك مصلحة مشتركة بالتأكيد، ومصر لديها تجربة رائدة وناجحة في مكافحة الإرهاب وفقا لمقترب شامل يركز على جميع أبعاد المشكلة بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووقف التمويل عن التنظيمات الإرهابية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى عنصر مكافحة الفكر المنحرف والفكر المتطرف، خاصة وأن لدينا العديد من المؤسسات الدينية العظيمة الرائدة وفي مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. تحدثنا عن قضية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال مسألة أهمية إخلاء هذه المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية بطبيعة الحال. سوف نستمر في العلاقات التشاور والتعاون، وهذه علاقة قوية، علاقة استراتيجية متينة تحقق مصالح البلدين الصديقين على أساس احترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر وعدم التدخل في شأنه الداخلي. علينا مسؤولية مشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البقعة الهامة من العالم. ومرة أخرى أرحب بالوزير بلينكن في مصر وبالوفد المرافق وأدعوه لإلقاء كلمته. شكرا جزيلا. Well, thank you very much, and I think as you جزيلاً. كما يمكنكم أن تعرفوا من رئيس وزير الخارجية قد غطينا كثير من الأمور. بالنسبة للولايات المتحدة فإن مصر
مهمة أكثر من أي وقت مضى، وهنالك الكثير الذي نقوم به سوية، وهن نستفيد كثيرا من حقيقة أننا نقوم بذلك معا. أريد أن أشكرك يا صديقي، وأريد أن أشكر الرئيس السيسي على الترحيب الحار في القاهرة، وأريد أن أؤكد على جودة الأحاديث التي دخلنا فيها معا وفي إطار الحوار الاستراتيجي المشترك. سنحت لنا الفرصة هذا الصباح في إطلاق الحوار الاستراتيجي، وهذا يؤكد على التزام كلا بلدينا بالاستمرار في تعزيز علاقتنا وتعزيزها بطريقة تركز على خدمة شعوبنا. وأنا أريد أن أشكرك بدر، وأن أشكر فريقك على هذا الحوار وعلى هذه البداية الجيدة. لقد حققنا تقدما في كثير من الأولويات، بما في ذلك التنمية والحوكمة والاقتصاد، وأنا أعلن عن 129 مليون دولار من التمويل الإضافي للاستثمار في مئات المنح التعليمية العليا وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الصحة في المناطق الريفية. معا نحن نحقق التقدم الاقتصادي ونوسع الفرص الاقتصادية للمصريين والأمريكيين، ونساعد النساء من أصحابات الأعمال الصغيرة على الوصول إلى التمويل وتوسيع الاستثمار الخارجي المباشر ليتعدى 1,000 شركة أمريكية الموجودة هنا في مصر. الولايات المتحدة تدعم جهود مصر على إصلاح اقتصادها لكي يصبح أكثر تنافسية وديناميكية. في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر قمنا باستضافة اللجنة الاقتصادية الأمريكية المصرية المشتركة من أجل تنمية التعاون الاقتصادي، وسوف نشجع مشاركة القطاع الخاص أيضا. وفي الشهر القادم سوف يستضيف الممثل التجاري الأمريكي جولة من المحادثات للتعرف على خطوات إضافية لتعزيز العلاقة التجارية لمساعدة مصر على اجتذاب المزيد من التجارة والاستثمار. وبناء على دور مصر القيادي في مؤتمر المناخ واستضافتها للمؤتمر 27، فإننا نعمل على الاستمرار في تسريع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، وسوف ننظر هذا الأسبوع في مشاريع الهيدروجين وأيضا توليد الطاقة الشمسية، وهنالك قدرات هائلة لاستخدام التقنية المتجددة. كما أشار وزير الخارجية، تناقشت أنا والرئيس السيسي على تهديد الوجود لمصر وموضوع المياه، ونحن نستثمر سوية في موضوع التعليم، وهذا من الأشياء المهمة التي نقوم بها من أجل مستقبل الشعب في كلا البلدين والروابط بينهما. وهذه الاستثمارات ضرورية لإطلاق قدرات مصر، ولجنة التعليم سوف تقوم بتأسيس كثير من المدارس وأيضا لتعليم العلوم والتكنولوجيا، وهذا يغطي كل الجامعات حتى يتمكن المصريين الشباب من التحضير للمستقبل. وفي وقت لاحق من اليوم سوف يقوم ممثل عن 3 جامعات أمريكية مهمة بفتح حرم جامعي لهم هنا في مصر، وهذا يعطي الطلاب المصريين الفرصة للحصول على تعليم أمريكي هنا في مصر. وهذا أيضا نعمل أيضا على تعزيز جهود مصر في تراثها وأثارها، بما في ذلك الجهود لإدراج معبد أبيدوس على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التي اتخذتها مصر في السنة الماضية في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين وتعزيز إجراءات إصلاح مراحل ما قبل المحاكمة، وأيضا حل القضايا التي تنطوي على حظر السفر. وكما أشار وزير الخارجية، مصر تتخذ هذه الخطوات لأنها في صالحها، ونحن أيضا نشجع
نرجع الخطوات التالية الإضافية التي سوف تقوم بها مصر في مجال الإصلاحات، وبما في ذلك الاستمرار في العفو عن السجناء والتأكد من أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الآخرين سوف يتمتعون بحقوقهم. هناك اهتمام من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي في استمرار مصر في تحقيق هذه المجالات وتعزيز الشراكة بين بلدينا لإفادة أيضا الشعب المصري مرة أخرى كما أشار وزير الخارجية. ناقشنا أيضا كيف بإمكاننا أن نعزز التعاون الأمني الطويل الأمد، لطالما قدمت مصر مساهمات في مجال حفظ السلام في الكونغو والسودان وغيرها من المناطق، ولا تزال مصر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء هدنة في غزة، تعيد الرهائن وتخفف من معاناة السكان في غزة وتؤسس لسلام طويل الأمد. أريد أن أشكر الرئيس ووزير الخارجية أيضا على التزام مصر بهذه الأمور، وناقشنا أهمية تحقيق هذه الصفقة، وهذا الشيء سوف نستمر بالسعي إليه مع نظرائنا، ونحن نعتقد أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف المخاطر على الاستقرار الإقليمي، وهي مخاطر أعرف أن مصر تشعر بها بشدة، وعلى وجه الخصوص استمرار الحوثيين في بدعم من إيران في مهاجمة التجارة العالمية في البحر الأحمر، وهذا كلف مصر نحو 5 مليارات دولار من العوائد الضائعة. لقد لعبت مصر دورا حيويا في الصراع في السودان، وهو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبالعمل مع شركائنا في السعودية والإمارات وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حققنا كثير من التقدم في الشهر الماضي، وفتحنا معابر لتسمح بعبور المساعدات الإنسانية، وهذا التقدم مهدد الآن بسبب حملة جديدة من قوات الدعم السريع في الفاشر، وقد تسببت في مقتل ونزوح الآلاف من الأشخاص. على قوات الدعم السريع اتخاذ كل خطوة لحماية أرواح الأبرياء واحترام التزاماتها لحماية المدنيين، وعلى القوات المسلحة السودانية إيقاف قصفها العشوائي للمدنيين، وعلينا جميعا القيام بالمزيد لإنهاء هذه الحرب البشعة والبناء على ما حققناه في جدة. في الأسبوع القادم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف أقدم عرضا لفتح ممر إنساني لحماية المدنيين وإيقاف العدائيات. نحن شاكرون على مشاركة وقيادة مصر لهذا الجهد، وأيضا سخي الشعب المصري في استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، كما أن مصر تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار في ليبيا بما في ذلك جهود رفض البنك المركزي هناك. كما سمعتم من كلينا هذه هي مجرد بعض، ليست كل القضايا التي ناقشناها، ومرة أخرى فإن هذه اللحظة المليئة بالتحديات تؤكد على أهمية شراكتنا مع مصر. الحوار اليوم مهم جدا، ليس فقط لأنه يذكرنا بما هو على المحك، ولكن بما هو ممكن تحقيقه لشعبينا وللمنطقة. شكرا. الخارجية الأمريكي أستاذ سمير عمر سكاي نيوز عربية. سمير عمر سكاي نيوز عربية. سؤال لمعالي وزير خارجية مصر الدكتور بدر عبدالعاطي. دكتور بدر، حضرتك أجريتي بالأمس اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية اللبناني بتكليف حسب بيان الخارجية من رئيس الجمهورية لإعلان مساندة لبنان. البعض يصف ما حدث في لبنان بالأمس بأنه يشبه إلى حد كبير اجتياح بيروت، ومن ثم أنتم عرفتم عن تضامنكم. هل ما حدث بالأمس واستمرار إسرائيل في إجراءاتها قد يدفع مصر إلى إعادة النظر في علاقاتها بها أو في دورها فيما يتعلق بالمسار التفاوضي؟ الأمر بالنسبة للوزير بلينكين، ألا ترى أن إسرائيل بتوسيع عملياتها وعملياتها الأخيرة في لبنان وغيرها في الضفة الغربية والقدس تبدو غير مكترثة بنداءاتكم لعدم توسيع نطاق المواجهات والعمل على وقف إطلاق النار؟ هل أنت تشعر يعني الإحباط أو عدم الاهتمام من جانب بنيامين نتنياهو كإدارة أمريكية؟
شكرا جزيلا. طبعا موقف مصر واضح ومعروف، نحن ضد أي سياسات أحادية تنال من استقرار ووحدة لبنان. بالتأكيد نحن نتضامن بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومع الشعب اللبناني الشقيق، أدنى وندين أي استهداف للسيادة اللبنانية. بالتأكيد أي تحركات أحادية في اتجاه التصعيد هي مدانة ومرفوضة تماما من جانبنا ولا تشجع على تحقيق الاستقرار. بالتأكيد مثل هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يقود إلى ما طالما حذرنا منه، وهو الولوج إلى حرب إقليمية شاملة لن تبقي على شيء في هذه المنطقة. مصر كطرف إقليمي رئيسي والولايات المتحدة طبعا كقوة كبرى عالمية معنيتان بطبيعة الحال بالعمل على منع التصعيد ورفض مثل هذه السياسات الأحادية حتى نستطيع أن نركز على الهدف الأهم وألا نشتت الانتباه عن هذا الهدف الأهم، وهو بالتأكيد سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. نحن على ثقة وعلى قناعة هنا في مصر بأن مربط الفرس، بأن المشكلة الحقيقية لب الصراع في هذه المنطقة هو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إذا تم وقف هذا العدوان وتم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالتأكيد هذا سيؤدي إلى خفض شديد للتصعيد في المنطقة ويمنع الدخول في حرب إقليمية، ولن يعطي الذرائع ولا المبررات لأي طرف من خارج الدول أو أي فاعلين من خارج الدول أن يستغل معاناة الشعب الفلسطيني في التصعيد. الكلام واضح والهدف واضح، لابد أن نركز على وقف العدوان، على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، هو صمام الأمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. So with regard to Lebanon, يتعلق بلبنان، فإن الولايات المتحدة لم تعرف ولم تكن متورطة في هذه الأحداث، لا نزال بصدد جمع المعلومات والحقائق، ولكن نحن واضحين وكنا واضحين بشأن أهمية قيام جميع الشركاء بتجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد هذا الصراع الذي نحاول حله في غزة. من الواضح أنه ليس في مصلحة أي أحد مثل هذا التصعيد، لهذا من الضروري أن تمتنع كل الأطراف عن أي إجراءات من شأنها أن تصعد هذا العنف. كما أشار الوزير، نحن نريد أن نتوصل إلى إطلاق النار وتحسين وحتى تخفيف حدة هذا الوضع في وهو في إسرائيل وفي جنوب لبنان، ونريد أن نسمح للناس مئات الآلاف من النازحين في لبنان وأيضا في جنوب لبنان أن يعودوا إلى منازلهم، وهذا ما نحاول أن نحققه وهو أفضل مسار إلى الأمام. إذن مرة أخرى من الضرورة أن نتخذ كل خطوات تحول دون تصعيد الوضع. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وكذلك هذه هي المرة العاشرة أو هذه هي رحلة العاشرة لمصر منذ 7 أكتوبر. لماذا كل هذه الزيارات وماذا عن نتائج هذه الجهود وما هي النية؟ وفيما يتعلق بهذه الملاحظة،
تقبلون أي حضور لإسرائيل في المحور أم لا؟ شكرا ليون. أولا فيما يتعلق بالسفر إلى هنا، هذه الرحلة تركز على الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، هذا ما نحن عازمون على القيام به. وأنا بتوجيها من الرئيس قمت بإطلاق هذا الحوار، ويسرني طبعا أن أقوم بذلك. طبعا يأتي في وقت نعمل فيه عن كثب على تحقيق والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. إذن دخلنا في حوار مفصل مع الرئيس السيسي، مع زملائنا من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، ونعمل بصورة مباشرة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأين وصلت هذه الجهود والطريق إلى الأمام. ما يمكن أن أقوله لك هو كما يلي وكما قلتها من قبل: لقد حققنا إنجازات، تقدم كبير في الشهر والنصف الماضيين، وهنالك 18 فقرة ينص عليها الاتفاقية الاتفاق، ولكن النقاط المتبقية يجب حلها. لقد طرحنا مع المصريين والقطريين بعض الأفكار لحلها، ولكن في نهاية المطاف حل هذه القضايا هو لا يتعلق بالمحتوى بل يتعلق بالإرادة السياسية. وبالنسبة لكل الطرفين من المهم لهما أن يظهروا ويبينوا مثل هذه الإرادة السياسية لكي يتوصلوا إلى هذا الاتفاق. بالنسبة لإسرائيل في هذه اللحظة، في الأسبوع الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات المتواجدة في رفح قد تم حلها، وأن حماس ليست في وضع يسمح لها بتكرار الهجمات الفظيعة التي جرت في 7 أكتوبر، ووقف إطلاق النار سوف يعيد الرهائن، وكما ذكرت سوف يفتح أفاقا جديدة لحل قضايا أخرى تنص على كثير من التوتر، بما في ذلك الحل في جنوب لبنان مع حزب الله والبحر الأحمر وجميع النقاط الأخرى، وهذا يعطي أيضا فرص للتحرك في اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتعزيز أمن ومكانة إسرائيل في المنطقة وفي المستقبل. وبالنسبة لحماس لا يمكنها أن تستمر في احتجاز الرهائن، ولكن أيضا احتجاز كامل شعب غزة كرهينة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار سوف يحل ويخلق بيئة مختلفة تماما لشعب غزة، وسوف ينهي الصراع في المرحلة الابتدائية، وبعد ذلك بإمكاننا أن تدوم هذه المرحلة وأن نقوم بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب، ومن الواضح أيضا تحسين حياة الناس الذين تدعي حماس أنها تمثلهم. إذن أهم شيء في هذه اللحظة هو إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى هذه الاتفاقية، وهذا ما ناقشناه. ناقشنا أيضا ببعض التفصيل ما هي الإجراءات اللازمة والضرورية إذا ما تم التوصل إلى هذه الاتفاقية حول اليوم الآخر. ماذا سوف يحصل فيما يتعلق بحوكمة غزة والأمن وإعادة الإعمار؟ وفي هذه اللحظة ستكون مصر شريكا مهما، وقد عقدنا محادثات مثمرة في هذا الخصوص. الوزير الأمريكي، بطبيعة الحال مصر ستستمر في كل جهد مخلص تقوم به بالتعاون مع الأصدقاء في الولايات المتحدة ومع الأشقاء في دولة قطر
لن نتوقف عن هذا الجهد الجاد والمخلص من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي. أتفق تماماً مع ما ذكره الوزير بلينكن بأن المشكلة هي غياب الإرادة السياسية لدى طرف بعينه، وهو واضح تماماً حينما نصل إلى نقطة الحقيقة للتوصل إلى اتفاق يتم اختلاق الزرائع والمزاعم، مما يشتت الانتباه عن نقطة الحقيقة وهي التوصل إلى اتفاق يقضي لوقف إطلاق النار. فهي هذه هي المشكلة الحقيقية. فيما يتعلق بسؤالك حول ممر فيلادلفي، موقفنا واضح وصريح وكررناه أكثر من مرة، وهي أن مصر لن تقبل أي تغيير لقواعد العمل التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر، خاصة فيما يتعلق بقواعد عمل وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الرفض الكامل لأي وجود عسكري على الجانب الآخر من المعبر وعلى الممر المشار إليه، وهذا موقف مصري واضح ولن نحيد عنه. شكرا. بسنت مصطفى، وكالة أنباء الشرق الأوسط. سؤالي للوزير بدر عبد العاطي. سيادة الوزير، ناقشتم اليوم خلال اجتماعاتكم الوضع في غزة، إلى أين وصلت بالتحديد جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة منذ ما يقرب من عام في القطاع؟ شكرا. كما تعلمين والكل يعلم، الجهود متواصلة وهناك اتصالات مكثفة. مرة أخرى، المشكلة كما ذكر الوزير الأمريكي ليست في المضمون، المشكلة في غياب الجدية والإرادة السياسية للتوصل لهذا الاتفاق الهام. فلا يمكن أن نرهن المستقبل الاستقرار في منطقة حيوية مثل هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، كرهينة لغياب الإرادة السياسية لدى طرف ما. فبالتالي سنواصل هذه الجهود، وأيضا نتحدث مع أصدقائنا في الولايات المتحدة للاستمرار في ممارسة التأثير والضغط والاستمرار في هذا الإطار حتى نستطيع أن نتوصل إلى هذا الاتفاق، والذي بطبيعة الحال سيكون هام جدا حتى نتحدث عن ترتيبات ما يسمى باليوم التالي، حتى نتحدث عن الاستقرار في هذه المنطقة، حتى نتحدث عن الأفق السياسي، حتى نتحدث عن الظروف الضرورية لبناء الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، حتى نتحدث عن ضخ كميات هائلة من المساعدات. من غير المقبول السماح باستخدام سياسة التجويع كأداة للعقاب الجماعي، هذا يحدث في القرن 21 تحت مرأى ومسمع من العالم، هذا غير مقبول ولا يتعين أن يستمر. سنتواصل وسنستمر في جهودنا المخلصة مع الولايات المتحدة ومع الأشقاء في قطر حتى نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة، وبما يضمن الاستقرار والرفاهية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. كايلي أتود، CNN. CNN. شكرا. أوجه سؤالي لمعالي الوزير عبد العاطي، هل ترى أن حماس لا تزال ملتزمة بمحادثات وقف إطلاق النار؟ وإذا ما كانت الإجابة نعم، كيف عرفت ذلك؟ هذا هو السؤال لمعاليك. والسؤال لكما، ماذا عن مئات أجهزة بيجرز التي كانت بحوزة تابعين لحزب الله في الساعات الماضية، وكيف نتحدث عن تصعيد في الموقف؟ ولكن ماذا عن هذه الهجمة على وجه التحديد، وماذا عن تبعاتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ والسؤال لمعالي الوزير بلينكن، وأعتذر عن الإطالة، كم إلى أي مدى تتوقع أن الهجمة
أن الهجمة التي استهدفت حزب الله قد يكون لها تأثيرا على العملية في ضوء وجود تواصلات مع نتنياهو وفي ضوء مقتل 9 أشخاص وإصابة المئات؟ وماذا عن القضايا التي لا زلنا بحاجة إلى تسويتها فيما يتعلق بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن وقف لإطلاق النار؟ فهمنا في بواكير هذا الشهر أن الولايات المتحدة سوف تفرض اتفاقية لإحلال التسوية، ولم نشهد هذه الاتفاقية حتى هذه اللحظة. إذن ماذا عن المقترحات الجديدة على الطاولة في السياق نفسه؟ شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالسؤال الأول، طبعا مصر تتعامل مع حماس كفصيل وطني فلسطيني، ومن اتصالاتنا المستمرة والدورية مع حماس هم يؤكدون بما لا يدع مجال للشك التزامهم الكامل بالاتفاق والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 27 مايو الماضي، وأيضا بالتعديلات التي وردت في ورقة 2 يوليو الماضي. هناك التزام من جانبهم بما تم التوصل إليه من تفاهمات في هاتين الورقتين في 27 مايو وفي 2 يوليو، وهذا هو ما يتم نقله لنا بأنهم ملتزمون تماما بما سبق التوصل إليه من تفاهم في هاتين الورقتين. بالنسبة لما حدث بالأمس في لبنان، بطبيعة الحال أي تصعيد بما في ذلك ما حدث بالأمس هو بالتأكيد يعرقل ويضع حجرات عثرة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى. بالتأكيد هذا ما حدث لا يعرقل فقط المباحثات الجارية، ولكن أيضا يحمل نذر الدخول في حرب شاملة. كما ذكرت، هناك احتمال لوقوع أي خطأ من هنا أو هناك قد يؤدي إلى الولوج إلى حرب شاملة في المنطقة، وهذا أمر خطير للغاية. لذلك أهمية وقف التصعيد، أهمية التوقف عن أي سياسات أحادية، أهمية التوقف عن سياسة الاغتيالات، كل هذه السياسات مدانة ومرفوضة في آن واحد. Kylie, we're still gathering information. نحن لا نزال بصدد جمع المعلومات والحقائق. لا يمكنني أن أقول لك في هذه اللحظة ما هو أثر مثل هذه العملية. لا يمكنني أن أتحدث عن حزب الله، ومن الضروري أن نفهم بالضبط ما جرى قبل أن نقوم بتفوه بأي كلمات. ونحن بصدد ذلك، إحدى الأشياء المهمة، إذا كانت هذه الكلمة صحيحة، فيما يتعلق بهذا الجهد الحثيث من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر على للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإحدى الأمور الرئيسية هي أنها عملية معقدة، وحتى الاتصالات معقدة لأسباب واضحة. ومرة أخرى رأينا أنه في الوقت المتبقي قد تكون هنالك واقعة أو أي شيء يعقد من هذه العملية ويهدد أيضا أن يبطئها أو يوقفها أو حتى أن يحيدها عن سبيلها، وأي شيء من هذه الطبيعة لن يكون جيدا فيما يتعلق بتحقيق النتائج المرجوة وهي وقف لإطلاق النار. قبل عدة أسابيع كنا قد عقدنا جلسة مثمرة للغاية حول محاولة إطفاء اللمسات الأخيرة على بعض القضايا الرئيسية التي تتعامل مع إطلاق سراح السجناء والرهائن والجدول الزمني وما إلى ذلك، وكانت مناقشة جيدة جدا من خلال الوسطاء والشركاء. وبعد ذلك، بعد 48 ساعة، قامت حماس بإعدام 6 رهائن بما في ذلك مواطن أمريكي.
لذا كان لذلك بالطبع أثر على التقدم الذي حققناه. ولكن أعود إلى ما قلناه وهو أن هنالك قضايا مهمة يجب حلها، ونتطلع قمنا بطرح أفكار مختلفة حول كيفية حلها، ولكن العنصر الرئيسي هنا لحل هذه القضايا العالقة هو الإرادة السياسية. هذا ما نتطلع إلى أن نجده، وهو ضروري جدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. قمنا بطرح أفكارنا على الطاولة، ومرة أخرى هنالك عملية متبادلة، ونحصل فيها على الإجابات، وفي بعض الأحيان لا نحصل على أي استجابة. وأعتقد كما أشار صديقي بدر، كما نرى الوضع، ما هو ناقص في هذه اللحظة لإتمام هذه الصفقة هو الإرادة السياسية. وإذا كانت هذه الإرادة حاضرة، فبإمكاننا أن نحقق هذه ونتوصل إلى هذه الاتفاقية، وسوف يفيد ذلك الكثير وجميع من هو ضالع هنا، بما في ذلك الرهائن، وأن يحصل الشعب في غزة على تخفيف للمعاناة التي يحتاجها، وتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في غزة ولكن في كامل المنطقة. إذن أعتقد أن المصالح واضحة، والسؤال الآن هو الحصول على الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك، وأن تسمح لكي يسمح لنا بالمضي إلى الأمام. شكراً.